مدن جزيرة ياسا الترفيهية بالعاصمة أبوظبي، أطل نجوم فرقة ميامي الكويتية بفيديو وهم يغنون أغنيتهم الشهيرة الحمد لله وشفناكم بحلة جديدة، ويخوضون مغامرات عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس ضمن حملة صيفية جديدة، ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل. جزيرة ياس لقيناكم، وتعالوا نلف تعالوا ندور نستانس وناخذ تور. تتصدر الترند اليوم أغنية أنتجت بتقنية الذكاء الاصطناعي تجمع بين صوتي الفنانين حمزة نمرة وأمير عيد اللذين يحظيان بشعبية كبيرة في الأوساط الشبابية. أدويتو أنتجه شاب يدعى بلال البخاري بصوتي الفنانين وهما يغنيان الموشح الأندلسي الشهير بعنوان جادك الغيث للعلامة الشاعر لسان الدين بن الخطيب أحد أشهر الشعراء والفلاسفة الأندلسيين. وأحدثت المقطوعة تفاعلاً واسعاً فور نشرها بتويتر وسط حالة من الدهشة بين الجمهور لدقتها إلى حد كبير في محاكاة صوتي الفنانين، لتنقسم الآراء بين مرحبين وآخرين محذرين. وقال الشاب منتج المقطع والذي يعمل في مجال المونتاج إنه دمج الصوتين واختار كلمات صعبة لإظهار قدرة الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي وتخيل ما سوف يحدثه في المستقبل على المستوى الفني. وقار ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نبة المفترس. أعلن الفنان تامر حسني قبل ساعات عن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد تاج والذي سيعرض في دور السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ونشر بإنستغرام صورة من احتفاله مع فريق العمل بانتهاء تصوير المشهد الأخير. وكان تامر قد شارك الجمهور العديد من الصور من خلف الكواليس، ويعد فيلم تاج أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والعالم العربي، ويشاركه البطولة الفنانون دين الشربيني وبيومي فؤاد وهالة فاخر وساندي، وهو من تأليف تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق. استعنا عشاء بالله. تفاعل كبير حققه المقطع الذي نشرته قبل ساعات المطربة المصرية مي فاروق عبر حسابها بإنستغرام من حفلها الضخم الذي أحيته الجمعة الماضية في السعودية بعنوان ليالي الفنون الخالدة. ونشرت مي فاروق بإنستغرام لقطة تأثرها على المسرح عندما تذكرت والدها الراحل وأهدته مقطعا من أغنيته المفضلة للسيدة أم كلثوم، موضحة أنه كان يغنيها لها وهي طفلة وورثت عنه جمال الصوت. حتى الزمان اللي كان أطفال يا عيني يا عيني علي. وعالميا في حادث دراجة نارية أليم توفي الممثل الأمريكي الشهير تريت ويليامز عن 71 عاما. النجم الذي ترشح لجائزة جولدن جلوب قدم مسيرة فنية طويلة، ومن أشهر أفلامه إيفر وود وهير وبرنس أوف ذا سيتي.